مش هقدر اقول كلام احلى من الكلام اللي كتبه فريق الاعداد عن واحد يعني انا من الناس بشكرهم اللي انا جدا بعتز فعلا. بيهم، الكابتن احمد ناجي. منورنا يا كابتن ناجي. حبيبي يا اسامه والله، يعني انت غالي، وانا كان المفروض اكون نايم دلوقتي عشان شغلنا بيبدا الساعه 5:30 الصبح، فتعودت على نظام حياه جديد خالص، ان انا بصلي المغرب وانام وبعدين اقوم قبل الفجر بشويه عشان انا اصلي العشاء واصلي ركعتين كده واصلي الفجر وانزل على النادي. قطاع الناشئين شقلب الدنيا، شقلب بس انا المواعيد. مستمتع جدا بالتغييره دي، ومستمتع جدا بالشغل في القطاع. انا مش جديد عليا شغل في القطاع، انا بدات فيه وبنهي فيه الحمد لله يعني. وانا حابب ابدا الحكايه من اولها، علاقه الكابتن احمد ناجي بالنادي الاهلي، واول يوم دخل فيه كابتن احمد ناجي للنادي الاهلي. دي قصه كبيره جدا. في الاختبارات عادي يعني، انا جيت من كانوا مجموعه من، دايما اقول القصه دي، مجموعه من كفر الدوار جايين يختبروا في النادي الاهلي، بس كانوا مخبيين عليا يعني. السم عرفت فقالت لي لازم تروح، وانا كنت لعيب في نادي غزل كفر الدوار، بلعب يعني. لاعب الاول قبل حارس مرمى؟ لا لا لا، كنت حارس مرمى نادي غزل كفر الدوار اه في المسابقات، ومع الفريق الاول ببقى احتياطي احيانا يعني، الدرجة التانية يعني، جاي من يعني لعيب حارس نادي يعني نادي غزل كفر الدوار كان في الدرجة التانية. جيت الاختبارات، كنا في رمضان ولسه كنت بفكر الكابتن باليوم ده لأنه كان موجود في الملعب، كابتن محمود الخطيب كان جاي عامل عملية غضروف في لندن، وطبعا كان اللي بيجهز بقى اللعيبة زمان ما كانش فيه بقى زي اليومين دول، كان ينزل يتمرن مع الأشبال شوية عشان يبقى يجهز معاهم خفيف وكده. وكان الكابتن طه الله يديله طولة العمر، كابتن عواضين ربنا يرحمه، والكابتن عصام عبد المنعم هو اللي كان مدرب الحراس. ف وصلنا طبعا اتفاجئوا بيا المجموعه دي اللي هم كانوا مخبيين ان هم رايحين، وبقى امر واقع يعني، فالوحيد اللي اتاخد انا وهم ما كانش يعني هم بلغوك بالميعاد وهم رجعوا الكابتن احمد بالظبط. ناجي اللي كمل. وكان فيهم لعيبه لعبت في الدوري الممتاز يعني. فده كان أول يوم ليا في النادي الأهلي، وبعد كده بقى كابتن طه قال لهم يعني إن أحمد عنده مكان، عشان كده هناخده، عنده مكان في القاهرة، فكان في الحن اللي في الأولمبي بعد كده. قال له والله لا ما عندوش مكان ولا حاجة، ده من كفر الدوار ما عندوش حد هنا قريب ولا. فكابتن طه قال له لا أنا عارف إن عنده مكان، عشان كده هناخده، يعني أنتوا كويسين بس إحنا هناخد أحمد. وبدأت بقى الحياة بدأت المسيرة على مدار بقى مش عايز اقول لك ايه، حوالي 47 سنه ما شاء الله بين جدران النادي يعني. طب فاكر اول مرتب وانت في الناشئين خدته كان كام؟ بص هي كانت، كنت انا وخالد جد الله اكسبشن يعني، كنا بناخد حوالي 8 جنيه شهري. بس 8 جنيه ده كان مبلغ قوي جدا، مبلغ كبير. ما انا بزعل من الناس اللي بيقولوا ايه ما كناش بناخد فلوس زمان. لا كنا بناخد فلوس، وكل اسبوع كان الكابتن عوضين يديني انا وخالد 5 جنيه عشان نروح بقى وسط البلد ونخش سينما وناكل في محل كده قدام من السينما، ويعني مساس ان احنا مغتربين وبتاع، فكان بيفرفشنا يعني. فالخمسة جنيه دي كانت بنقعد نحارب عشان نصرفها ونرجع فيها باقي. فلا يعني كان، تعرف النادي الاهلي طبعا دايما الحته النفسيه دي والمعالجات طبعا النفسيه دي كانت من زمان موجوده، وتعلمنا من اساتذتنا طبعا ازاي ان ده مهم جدا بالنسبه لحد مغترب او حد جاي، وانت طبعا ما انت عشت نفس التجربه ونفس الحكايه يعني. اول مباراه او اول تمرينه مع الدرجه الاولى طبعا تفضل الواحد فاكرها مدى حياته، ما يقدرش ينساها. اول تمرينه او اول مباراه، هو طبعا احنا كان في تجربة يعني هي كانت غير مسبوقة في أيامنا، كان كابتن جوهري الله يرحمه عمل فريق اسمه فريق الأمل، اللي هو بقى البي تيم دلوقتي أو الرديف أو يعني فريق الشباب، هو كان سابق يعني مطعم فريق الشباب. فكنا يعني بيبقى زي ما تكون كده إيه، عرض للعيبه اللي هي اللي النادي يعني بيتوسم فيهم ان هم يبقوا مستقبل للنادي. فكنا بنطلع نتمرن، كانت مجموعه بقى كبيره، علي زهر الصغير و لعيبه كتير جدا، لعيبه يعني مدحت مصطفى رحمه الله عليه، كيلاني رحمه الله عليه، فمجموعه كبيره من اللاعبين، نبيل بحتيطي،
محمد عبد السميع، كل دول ناس اشتغلت برضو كمدربين وموجودين في السوق يعني. أول تدريبات كانت قبل مباراة البلاستيك في استاد القاهرة، كان في ثابت أكرامي عندهم الاثنين حاجة، وكنت أنا والله يرحمه كابتن عادل عبد المنعم. الله يرحمه. فالاختيار هيبقى بين واحد مننا. فالاختيار وقع عليا أنا، ولعبت مباراة البلاستيك في استاد القاهرة. كان بلاستيك وقتها فريق كبير. طبعا. ولعبت المحلة في المحلة. ولعبت اسكو في استاد القاهرة. دول الثلاث اول ثلاث مباريات ليا وانا تحت 18 سنة. كانت مباراة البلاستيك اول مباراة. اول مباراة في استاد القاهرة وانا تحت 18 سنة. طب اول مكافأة وانت في الناشئين كانت 8 جنيه. مع الدرجة الأولى بقى كانت كام؟ زاد المرتب شوية ولا؟ زاد، لا زاد بقى دخل في الأربعينات والخمسينات. واول مكافأة ليا كانت كأس مصر 78 اللي احنا كسبناه 4-2. كنا مغلوبين الشوط الاولاني 2-0. 4-2 ده اللي نزل الكابتن خطيب ونزل جمال عبد الحميد وطاهر الشيخ. ايوه مباراه شهيره. طبعا. واتقلبت بقى راسا على عقب وكسبنا. خدت مكافاه كام بقى؟ حوالي 870. انا خدت 800 حاجه وسبعين. كان مبلغ. عملت ايه بقى بالفلوس وقتها؟ رحت بقى بيضت البيت عندنا، كان جير بقى عملته زيت، وجبت بقى ثلاجه وغساله. كان مبلغ يجيب حاجات كتير يعني، كان يجيب حاجات كتير. وطبعا انا يعني كملت بعد كده لحد سنه 82. بعد كده انتقلت للترسانه ولعبت فيها 5 مواسم. بعد كده انتقلت للسويس. وبعدين رجعت على النادي الاهلي مدرب في قطاع الناشئين. وكانت دي البدايه الحقيقه بقى في التدريب للكابتن احمد. طبعا يعني اشتغلت سنتين في السويس مع الكابتن محمود السايس رحمه الله عليه. وبعد كده يعني كانت في ظروف كده، جيت النادي فقابلت الكابتن صالح فقال لي احنا بندور عليك، انت فين؟ انت في الخليج؟ قلت له لا انا موجود. فقال لي روح للكابتن صفوت رحمه الله عليه. كابتن صفوت عبد الحليم. عبد الحليم. في الملعب، ويعني اشتغل معاه على طول. وكانت هنا بدايه بقى ان كنت انت بقى من كتاكيت كنا لسه. كابتن احمد ناجي الفتره دي يعني رغم العروض الكتير في الدوري الممتاز وخارجيا، لكن فضل يكون متواجد في بيته في النادي الاهلي. انا بعد الكابتن ما كلمني والله زي ما تكون ماسوره عروض وضربت. الكابتن يعني خلاص بقى قال لي انت معايا الفتره اللي جايه. اديته كلمه خلاص. خلاص. يعني وهو ده كان يعني مشروع بالنسبه لي انا بفكر فيه من فتره يعني. لكن جت بقى عروض من المصري ومن بيراميدز وكذا عرض يعني، ولكن اعتذرت يعني لان طبعا المكان ده كنت انا يعني مركز ان انا حنهي حياتي فيه ونعمل كوادر كويسه اذا الفريق الاول يحتاج لمدربين، هيبقى فيه مجموعه مدربين كويسه ان شاء الله يعني. لو النادي يحتاج مدربين من ولاد النادي هيكون ان شاء الله جاهزين ان شاء الله. يعني الكابتن احمد ناجي وهو شغال في قطاع الناشئين مش عينه على حراس المرمى بس، انت عايز تخلق برضه كوادر من المدربين. لا احنا عاملين يعني ورش عمل اسبوعيه للمدربين. كويس قوي. وبنشتغل بطريقه يعني اللي هي تناسب المودرن فوتبول، كره القدم الحديثه. ان كل الناس بتشتغل بشكل يعني في توافق ما بيني وبينهم، يعني بيقدموا برامجهم الاسبوعيه. وبنتناقش فيها في المحتوى وكده وبنتابعهم. طبعا مجموعه مدربين على اعلى مستوى، كابتن خالد عثمان في 2003 وكابتن تامر الدسوقي في 2005، كابتن ابراهيم عبد الجواد 2007، كابتن مصطفى عبد العظيم في 2008، كابتن احمد الهادي في 2009، زائد بقى البراعم. طبعا بيساعدني الكابتن ابراهيم عبد العزيز، وده اضافه مهمه جدا صراحه، من قيمه مش عايز اقول لك. هو على المستوى الفني طبعا ده مدرب منتخبات ومدرب انديه كبيره في الدوري الممتاز، وهو كان نفس المشاعر اللي انا حاسس بيها هو حاسس بيها. عايز برضو يرجع في النادي وينهي حياته في النادي. وانا لما عرضت عليه الشغل يعني ف كانت مفاجأة بالنسبة لي ان هو وافق يعني، لانه كان برضو عنده منصب في نادي فيوتشر كويس، المشرف قطاع الناشئين في حراس المرمى في نادي فيوتشر، فوافق. فكانت بالنسبة لي حاجة يعني سعدت بيها جدا جدا جدا. وهو
مش بعتبره معايا في البراعم بس، هو معايا في كل الفرق. توليفه حلوه عاملها كابتن ماهر. لا طبعا يعني توليفه جميله، كمان كل مدربين قطاع الناشئين عندنا برضو ثلاث مدربين، كابتن عاصم وكابتن محمود وكابتن فتحي، بيشتغلوا مع كابتن ابراهيم برضو، دول البراعم. طبعا. وعايز اقول لك انه التنافس ما بين المدربين قبل الحراس، يعني عملنا جو كده من التنافس، وكل واحد، لان عملنا لهم دوافع للمدربين، على اساس ان هو يعني هم صغيرين في السن، مش كبار يعني، في الاربعينات يتعلم وحاطط طموح، لا يبقى عنده طموح انه يبقى يعني في فرص ان شاء الله تكون جايه ليهم. فاحنا بنشتغل بروح جميله جدا، وروح دي صورنا في لما زرتنا في الاختبارات، ما شاء الله كان اعداد كبيره جدا طبعا. بنسعد بالعمل مع كابتن خالد بيه مدير القطاع، وكابتن بدر رجب طبعا المدير الفني، من ولاد النادي، وناس عندها حرص كبير جدا ان هي تعمل. طبعا الكابتن خالد بيه سبقنا بثلاث اربع خمس سنين، فطبعا مهيئ جو يعني للعمل مش طبيعي. وطبعا الكابتن بدر قيمه فنيه كبيره جدا جدا جدا، لانه في المجال ده بقاله يمكن اكتر من 30 سنه حقيقة. قبل ما يروح الامارات، وهو في الامارات ورجع، فطبعا عنده سمعه في العمل في قطاعات الناشئين، وان شاء الله مستنين من التيم ده كله ان يبقى فيه مردود كويس ان شاء الله. طلعتوا بقى بالاعداد الكبيره اللي جت سواء في مدينه نصر او في المحافظات، رحتوا السويس، رحتوا الشرقيه، ابو كبير، رحتوا المنوفيه، اسكندريه، لفيتوا محافظات كتير. ولسه يعني ناجي ولسه في محافظات جايه تاني. كابتن احمد المنوفيه، كابتن احمد ناجي بقى، خاصه حراسه المرمى، يعني طلعتوا بحراس يعني ان شاء الله يكونوا مستقبل النادي الاهلي، وفعلا في مواهب في حراسه المرمى. طبعا في، يعني احنا طبعا عايز اقول لك ان احنا عندنا في القطاع يعني هتبقى المقارنه صعبه، لان عندهم عدد ساعات شغل كويسه، وهم يعني انا عايز اقول لك ان عندي مش اقل من 7-8 حراس يلعبوا درجه اولى ما شاء الله. يعني في 2003 و2005 و2007 و2008 و2009 حراس كبار، يعني مش عايز انسى اسم اي حد فيهم، لكن او مش عايز اقول اسامي حد فيهم دلوقتي. لو انت اسمها ونسيت حد مش هتدخل التمرين. طبعا لا لا، هم فعلا حراس متميزين جدا جدا، وفي منهم طلع اتمرن مع الدرجه الاولى، زي حازم اتمرن مع الدرجه الاولى فترات، وطارق اتمرن مع الدرجه الاولى فترات. في حراس كتير يعني انا فوجئت بمستوياتهم، وطبعا من خلالك بشكر الفتره اللي فاتت في المسؤولين عن تدريب حراس المرمى في القطاع، لان فعلا انا لقيت مجموعه كبيره جدا متمرنه تمرين جيد جدا، وطبعا احنا هنكمل كل اللي اتعمل، ونحاول ان شاء الله يبقى في يعني قاعده من حراس المرمى ان شاء الله. هي طبعا طول العمر النادي الاهلي متميز بحراس المرمى، لكن الفتره اللي جايه تكون كمان اميز ان شاء الله في الفتره الجايه. الجديد اللي كابتن ناجي رسمه او مخطط له يشوفه في قطاع الناشئين، كان بيحلم بيه طول عمره ما شاء الله، من خلال مشوار طويل بقى مع النادي الاهلي الدرجه الاولى او منتخب مصر، ورحله ناجحه او مع الانديه الاخرى، اللي كابتن ناجي عايز يشوفه او عايز يحققه مع قطاع الناشئين، بيحط العصاره بتاعت الخبرات فيه. انا بحلم بمركز تكوين لحراس المرمى في النادي الاهلي، يعني مركز يكون فيه 70-80 حارس ما شاء الله، ويبقى مصنع للحراس زي مثلا ريال مدريد ومانشستر يونايتد. يمكن انا اتكلمت في الموضوع ده كتير، ان مانشستر يونايتد عنده عدد كبير جدا من الحراس مثلا حوالين العالم، منهم ثلاث حراس في الدوري الانجليزي، منهم حارس يمتلكهم مانشستر، وممكن ما يرجعوش، بس هو طول الوقت بيعملوا انكم، يعني بيجيبوا فلوس للنادي، دخل، بيعملوا بالانس ما بين اللي بيدفع وما بين اللي، فيعني مثلا لو انت هتشتري ب 100 مليون ولا ب 150 مليون وجالك 50 مليون من قطاع الناشئين، اللي عندي دول هم اللي بالظبط بيدخلوا لي الفلوس، ممكن اشتري يعني بيها. يبقى الهدف الاساسي ان انت لو في دروب في حراسه المرمى النادي يلاقي في قطاع الناشئين حراس، وفي نفس الوقت تبقى از كوميرشال يعني من الناحيه التجاريه، انه انت كره القدم طول الوقت نقول صناعه 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 صناعه، وهي في الحقيقه الانديه بتصرف اكتر ما ما بتكسب. فنفسي في يوم من الايام ان مركز حراسه المرمى ده يدخل مواهب للفريق الاول، ويدخل دخل
كمان للنادي ويبقى هنا عملنا دور كويس، يعني عملنا دور فني ودور تجاري، وده اللي موجود في كل العالم، في فرق بقى الرديف وفرق البي تيم واللعيبه اللي بتعار، يعني احيانا لعيب بيعار وما يرجعش تاني يقعد 10 سنين يجيب فلوس للنادي. فانا عندي امل كبير ان انا اعمل المشروع بتاع مركز التكوين ده بتاع حراس المرمى، وان شاء الله يمكن ياخد وقت شويه لحد ما الفكره تبقى لان هي محتاجه رعاه ومحتاجه يعني ميزانيات كبيره، لان انت هتبقى يعني عندك اعداد ومحتاجين اماكن وتغذيه وحاجات كتير، يعني ده لما يدرس بشكل كويس ان شاء الله يبقى المشروع ده هو اللي في الذهن. يعني واحد من ولادك اللي اتمرنوا معاك ودايما، وانت حتى لما كنت مع منتخب مصر الاول وكنت دايما حريص، يعني كابتن احمد نجم هو منتخب مصر الاول مش مكتفي بحراس الدوري الممتازه اللي بيتابعهم عشان المرحله بتاعته، لا كابتن احمد نجم عينه على حتى مسابقات الناشئين، مسابقات الجمهوريه طبعا. ما بيسيبش ملعب غير ما يلف ويقعد يتفرج. مصطفى شوبير واحد من اللي انت كنت دايما حتى وهو لسه ولد صغير هو لحمه بقى حمراء كنت بتروح وتتفرج عليه وتقول الولد ده طبعا في يوم من الايام هيوصل وهيبقى حارس. الناس كانت بتفتكر ان انا بجامل احمد لكن طبعا لا، يعني انا اساسا كنت ساكن زمان في مدينه نصر جنب النادي، فماتشات كان الكابتن عادل عبد الرحمن هو اللي ماسك الفرقه اللي فيها مصطفى، فروح اقعد وراه واشوف ايه الشخصيه العجيبه دي، ايه القوه اللي طالعه من حته عيل لسه في اللفه يعني. فلا كان بيعجبني جدا، وكان كاركتر واضح ان هو هيبقى حاجه يعني كويسه. وطبعا توقعاتي الحمد لله ما خيبش ظني مصطفى. يعني شوف توقعت انه يبقى بالشخصيه دي في نهائي افريقيا، يعني لو خد مجموعه مباريات كتير. اصل نهائي افريقيا ده انا ليه حواديت عندي. بعد الخمسة صفر بدقيقة كتبت ان احنا ابطال افريقيا، يعني بعد الخمسة صفر بدقيقة كتبت ان احنا ابطال افريقيا وما تقلقوش. ولما محمد تعور في المباراة النهائية قلت اي حد هيلعب هيبقى زي الفل، ان هم واضح ان هم واخدين شغل كويس. ولسه جبت الثقة دي منين؟ الثقة دي عندي من كذا حاجة، يعني اولا مجلس ادارة محترف جدا بيعرف يتعامل في الازمات اللي زي دي وبهدوء ومفيش الانفعال اللي هو الكذاب اللي احنا بنشوفه ده. لا يعني الكابتن محمود عنده تجارب كتير، مجلس الاداره طبعا متعاون جدا ومتفاهم جدا، وهو ما بيبانش الا في اللحظات دي، يعني في لحظات الفرح والمش عارف ايه هو تلاقيه يتوارى، في اللحظات اللي هي زي الازمات دي وانه تلاقيه تاني يوم في الملعب واقف وسط اللعيبه وبيقول كلام غريب جدا، انتوا الابطال وانتوا بيدي يعني موتيفيشن هايله جدا، وده يعني مش غريب على واحد هو نفسه عاش نفس الاجواء. يعني واحنا لعيبه يعني حصل لنا عثرات وحصل لنا انكسارات وكان بنطلع منها، لان احنا النادي الاهلي نادي كبير طول الوقت. كابتن احمد ناجي بدون قطع كلامك، بعد هزيمه الاهلي من صن داونز وبدات كل بقى يبدا يسن السكاكين ويقطع في اللعيبه ويقطع في الاداره وعايز يهدم المعبد وكله نسي اللي فات وكان مستني اللحظه دي، كابتن احمد ناجي يعني كان بيطلع في البرامج الرياضيه وكان داعم ومساند وكان بيقول لا النادي الاهلي قادر يرجع ومحمد الشناوي حارس كبير والاهلي ان شاء الله هياخد البطوله. وبرامج كان حصل فيها يعني ايه مناوشات شبه الخناقه يعني. طبعا مناوشات. ازاي انت جايب الكلام ده منين يا عم؟ انت مش عايش معانا بس انا كنت عايش جوه النادي الاهلي ومتربي جوه النادي الاهلي وعارف السمات الاراديه اللي هي بتاعت لعيبه النادي الاهلي وامتى بيستنفروا وامتى بيحصل التحدي اللي احنا شفناه ده وخصوصا مع يعني الاتموسفير اللي هم عايشين فيه والجو الاحترافي اللي هم عايشين فيه مش موجود في اي مكان يعني. والتعامل مع الحاجات الحلوه والحاجات اللي فيها دروبات والحاجات فيها تعامل راقي جدا، وعمرك ما شفت ان في لعيب اتهان او اتقل منه او مهما كانت الظروف. فدي طبعا بتدي ثقه كبيره للعيبه، لان طبعا احنا دايما في علم كره القدم بنقول محاولات النجاح بتعمل اتزان، ومحاولات النجاح ما اكثرها في النادي الاهلي، وده طبعا
على مر العصور الله يرحمه الفريق مرتجي، كابتن صالح، كابتن عبده، كابتن حسن، محمود طاهر، كابتن خطيب، كل الناس وان كان طبعا يعني في تفاوت في الـ في الـ في الـ في احترافيه الاداره يعني، ولكن هو يعني دايما مشاكلنا جوه الاوضه بتاعتنا، ما فيش حاجه بتبقى يعني فيها يعني. والنادي الاهلي لما بيقع بيتعود بيقوم بسرعه، الوقعات بسيطه يعني، والوقعات مش كتير يعني. انت لو شفت بطولات النادي الاهلي مقارنه بالبطولات الانديه كلها هتلاقي نسبه كبيره يعني، أكبر نسبة طبعا يعني الانديه كلها مجتمع في بطولات النادي الاهلي بيعديهم طبعا. طب ده بياخدني بقى لسؤال تاني، السؤال اللي بيطرح نفسه وكل واحد يتكلم يقول لك الشعبيه. وانا قلت الشعبيه مش مجرد كلمه، الشعبيه دي يعني بتتشاف لما تلاقي مباريات للنادي الاهلي في الخليج بتتلعب. كابتن احمد ناجي ما شاء الله كان مباريات كتير سواء في الامارات او في السعوديه مع النادي الاهلي وهو مدرب لحراسه مرمى النادي. كم الجماهير الكبير اللي يكون متواجد لجماهير النادي الاهلي، اخرهم كمان بعد اعتذار الزمالك في السوبر المصري ودخول بيراميدز، التذاكر بعد 24 ساعه الجماهير كانت ماليه الاستاد جماهير النادي الاهلي. لا انت هو يعني احنا عندنا دلوقتي شركه تذكرتي اللي هي بتبيع التذاكر، هم يسالوها هي هتقول لك النسب الحقيقيه الاقبال كمان ولا لا يعني ما فيش يعني. النادي الاهلي طبعا في انديه شعبيه كتير وعندهم جماهير، لكن النسبه بعيده يعني الحقيقيه، النسبه الحقيقيه لو انت في شركات متخصصه وقالت ارقام ازعجت بعض الناس يعني، الارقام يعني فيها يعني نسب كبيره يعني مش صغيره. بدليل احنا بنشوف دلوقتي بطوله بتقام في السعوديه فيها نادي الزمالك نسبه الجماهير مش كبيره يعني كبير. لا مش كبيره، لكن لو راح النادي الاهلي ممكن الاستاد ده يقع من الجماهير. لا دي واضحه جدا، والزمالكاويه العقلاء يعني عارفين كده كويس يعني. لا واخرهم كمان كانت مباراه الاهلي مع الهلال. انا طبعا ما بحبش اتكلم بالاسلوب ده لان نادي الزمالك نادي كبير طبعًا واحنا كلنا طبعًا عارفين انه جماهيره كيان كبير شعبيته. لكن النسبه يعني ما تقدرش تقول ان 50 50 او 60 40 او 70 30، ممكن تكون اكتر من كده يعني. دي حقيقه وواقع، وفي الشركات الاحصائيات متخصصه في عملت الاحصائيات والارقام يعني ما عجبتش يعني. ولا وحتى كابتن ناجي لما تشوف الرعاه كمان واقبالهم على النادي الاهلي اكيد. ما انت النهارده لان ده منتج، انت اساسا الرعاه بتروح لايه؟ للاكثر بتروح شعبية. للمنتج الرائج اللي هو هيكسبها. فطبعا احنا شايفين ما شاء الله ما شاء الله على تيشيرت النادي الاهلي والشورت، وممكن يبقى على الشراب بعد كده فلا يعني ربنا يزيده ويبارك، لان النادي الاهلي تعب، ونتيجه التعب ونتيجه الحفاظ على الكيان ونتيجه الحفاظ على المستوى الاخلاقي يعني برضو انت نادي ما عندكش مشاكل، ما عندكش نزاعات، ما عندكش ان انت ممكن في لحظه المجلس الاداره يمشي وتعين الناس، فالشركات الراعيه هتتعامل مع مين، مع القديم ولا مع الجديد. برضو الحاجات دي بتبقى محسوبه يعني، يعني انت يعني رقيك ومستواك الاخلاقي كنادي وككيان بيديك اوبشن ان كل الناس تبقى عارفه ان في هنا استقرار عليك اقبال كبير، وفي هنا بطولات، وفي هنا ناس بتقود بشكل تحترم العقود طبعا اكيد. كابتن احمد ناجي في تاريخه هو مدرب لحراسه المرمى، ايه القرار اللي خده الكابتن احمد ناجي وراهن عليه وكان ممكن يكون المدير الفني عنده قلق شويه منه في اتخاذ القرار ده، لكن الكابتن احمد ناجي كان عنده ثقه كبيره جدا. لا هو طبعا قرار اشراك محمد الشناوي في كاس العالم يعني ده كان قرار صعب يعني، كان خفت ولو لثانيه لا ان ممكن ما تبقاش موافق في القرار لا ويتم انتقاد الكابتن احمد ناجي، ولا كنت انت عندك ثقه كبيره في امكانياته؟ طبعا عندي ثقه في امكانياته دي، مش عشان كده انا اخترته ومعاه الحضري يعني، فأكيد يعني كان في ثقة في إمكانيات. لو كان عندنا فترة طويلة في إيطاليا معسكر كبير شهر فعشنا بقى الحالة الفنية والبدنية والذهنية والنفسية، وكان متفوق جدا على أقرانه، وكان مع شريف إكرامي وكان مع الحضري وكان في بقى طبعا شد وجذب ما بيني وبين مستر كوب كل يوم، يمكن قعدنا بتاع أسبوعين هو بيقول إنه ما عندوش ولا مباراة دولية، ما عندوش ما لعبش، لعب يمكن اخر حاجه مباراه وحيده امام البرتغال
هي دي بقى اللي بعدها جاء مستر كوبر قال لي اوكي يعني جو هيد خلاص انت. وكانت بدايه كويسه طبعا. يوم المباراه انا ما نمتش ولا دقيقه لان كل دقيقه شايف سواريز رايح له شايف في كوابيس بتحصل كافاني داخل عليه مخرقه في كوابيس بتحصل. ولكن بعد المباراه ما حضرتش اي سعد واحد. ما حضرتش اي حاجه ولا اي احتفال ولا اي حاجه لان بعد المباراه بخمس دقائق كنت في السرير في سابع نوم لان ولا دقيقه نمت. الجبل نزل خلاص انا عليك. اسمح لي نروح لفصل يا كابتن ناجي فصل سريع وبعد الفصل عايزين نتكلم عن الاسره وعن الاحفاد خاصه الفيديوهات اللي على السوشيال ميديا مكسره الدنيا بالنسبه للاحفاد. نروح لفصل سريع وبعد الفصل مستمرين مع كابتن احمد ناجي. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده كان في زياره مهمه جدا لمستر كولر والجهاز المعاون ليه لفرع النادي الاهلي في التجمع الخامس. هتكون معانا الصور دلوقتي. كانت زياره مهمه طبعا. كان في اجتماع مع الكابتن زي ما احنا شايفين دلوقتي قدام حضراتكم كل الجهاز المعاون وايضا المترجم الدكتور خالد والاستاذ احمد النحاس مدير الفرع. مستر كولر كان حريص النهارده انه يتفقد وطبعا في وجود الكابتن محمود الخطيب. وكان في اجتماع يعني مهم النهارده مع الكابتن محمود الخطيب ومستر كولر والتحضير دايما مستمر للموسم الجديد. لكن كان مستر كولر وجهازه المعاون كانوا حريصين النهارده يتفقدوا فرع التجمع الخامس. محمود النحاس ما شاء الله ما شاء الله حاجة يعني عظيمة جدا فرع التجمع الخامس. وشفنا الافتتاح الكبير اللي عمله كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة وكان افتتاح يعني يليق بالنادي الأهلي. فرع التجمع الخامس يعني من هنا بقول وبناشد كل عائلة النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي أي حد حابب ينضم لعائلة النادي الأهلي سريعا بسرعة عشان عضوية النادي الأهلي من أول سبتمبر القادم هتزيد وهتغلى عضوية النادي الأهلي فبادر بسرعة. ما شاء الله منشأة كبيرة جدا عظيمة يعني حوالي 95% من المرحلة الأولى تم الانتهاء منها وانجازها في فرع التجمع الخامس. فالنهاردة مستر كولر كمان يعني أبدى إعجابه الشديد بالنادي الأهلي. هو كان زار مدينة نصر عشان يتابع مباراة الناشئين من قبل طبعا. موجود في الجزيرة في تدريبات النادي الأهلي. النهاردة موجود في التجمع قريبا يروح فرع الشيخ زايد. وهو كمان يعني منبهر جدا بالبنية التحتية ومنشآت النادي الأهلي. كابتن ناجي نرجع بقى للأسرة. قول لي بقى الاحفاد. لا دول ابويا زمان كان يقول لي عز الولد ولد الولد وبتاع فكنت اقول له اشتري دماغك يعني. ما حسيت بيها دلوقتي. لا يعني هي المساله صعبه لانه يعني انت يعني وصلت لدرجه ان انت بتخصص وقت. معانا فيديو. بص بص سمعونا الصوت بقى يا شباب لو سمحتوا هنا يا كابتن. دي دانيا. مين دي؟ دانيا بنت عبد الرحمن. بص ما شاء الله انت مخصص وقت البعيد عن التمرين للاحفاد. لا لا ما خلاص ما فيش حاجه تانية غير الشغل وهم. ما عنديش حاجه تانية. عامل جدول. هو كم حفيد الاول؟ هم خمسه ما شاء الله. ما شاء الله والرقم كويس يعني خمسه. حلو. خمسه في عين العدو يعني. فلا هم طبعا بلال واحمد ولاد حسني وسيليا وعمر ولاد مريم ودانيال اخر العنقود بقى بنت عبد الرحمن. حلو. خمسة واحنا السنة دي خدنا خمس بطولات. الحمد لله الحمد لله. الجدول بقى بنمشي جدول وجود الأحفاد. لازم حد يكون بايت يعني. تصحى من النوم تلاقي حد فيهم كويس تخبط في حد فيهم بقى. تقعد تجري وراه يجري وراك. وفي علاقة بينا علاقة مع عيالة جامدة جدا. يعني هم أنا أعيل منهم. والله يجي ينزلوا المية مش عارف إيه يعني يستمتعوا وأنا بحس بمتعة شديدة جدا وهم يعني مبسوطين وفرحانين. وده خلي بالك يعني برضو ده متوارث لان ابويا وامي كانوا كده. كانوا برضو يعني بيهتموا بالاحفاد ودايما كان ابويا يقول لي موضوع ولد الولد ده. الحاجه اللي كابتن ناجي بيحاول يغرزها في الاحفاد من دلوقتي هو طبعا صله الرحم دي. حاجه يعني مقدسه يعني. احنا عشنا في الفلاحين يعني. انت عارف المساله دي مساله يعني مقدسه بالنسبه لعاداتنا وتقاليدنا وعلاقه الاخوات ببعضيها وعلاقه الاسره كلها يعني مش الاخوات حتى كمان الاقارب ومناسباتهم وافراحهم واحزانهم. طبعا الحاجات دي عندنا السوشيال ميديا خدت الناس. لا بس احنا بحاول على قدر المستطاع ان احنا يعني نعيش ناس طبيعيه يعني مش يعني بنبقى دايما حريصين على ان كل الناس يعني اولا الناس بتبقى فرحانه بيك وبقيمتك ولما تكون موجود بيبقوا سعدا ان انت يعني ما انتش في برج عاجي ولا انت
لا بالعكس، تكون اقل من اقل واحد فيهم، ودايما حريص انه احساسهم يكون بيك طبيعي جدا في كل حاجه، في الاحزان، في الافراح، في كل المناسبات. وصله الرحم طبعا دي يعني وصيه من ربنا طبعا، وديننا الحنيف وصى بيها يعني احلى الاوقات وانت قاعد مع الاحفاد. طب وكابتن ناجي عنده هوايه الشعر وما شاء الله بقى محترف دلوقتي في الشعر، ما كتبتش حاجه للاحفاد؟ لا والله بص هقول لك حاجه، انا نفسي اكتب حاجه للنادي الاهلي، لسه يعني مش شايف نفسي قد المساله دي. يعني عايز اكتب حاجه للنادي الاهلي بس تكون بقيمه النادي الاهلي، وان شاء الله هعملها في يوم من الايام ان شاء الله. لكن طب اخر كتبت حاجه، ايه بقى اخر؟ اخر حاجه كتبتها على نفسي، نفسك. يعني مش على نفسي او اللي شبهي او اللي في سني، يعني اللي هي كنت فاكر لما هكبر اني هنسى وان هيجي لي زهايمر، كنت فاكر لما هكبر ان هتعب وان مش هقدر اعبر، كنت فاكر لما هكبر ان حزني والاسى عندي هيكتر، كنت فاكر لما هكبر هيبقى دم تقيل وانا اللي كنت سكر، وادي عمره هو بيكبر لسه فاكر كل حاجه ويمكن اكتر، يا عيني. وادي عمره هو بيكبر بيقولوا لي يا عبقري ابو مخ عنبر، وادي عمره هو بيكبر لسه برضو البهجه هي صنعتي معرفش اكشر، وادي عمره هو بيكبر انما ما حصلش حاجه ولسه بكبر. يا عيني. الله الله. يعني الناس اللي كبرت ويعني السن ده رقم، وطول ما انت مقبل على الحياه وطول ما انت تشتغل بتشتغل وبتنتج وتتحرك فاعتقد ان انت تبقى الطاقه الايجابيه طول ما هي موجوده انت موجود وبكامل حيويتك وبكامل حبك للحياه. يعني ظهرت امتى بقى الهوايه بتاعت انت بتتكلم من عندي، ده رابع ديوان. انا عارف. ظهرت امتى البدايه؟ كانت البدايه كانت في الابتدائي، من زمان. جدا. يعني كانت معركه على شاطرين كده في مسرحيه في المدرسه، طبعا بتوع سنه سته هم اللي بيكتبوا بالقوه يعني، فانا كنت لسه في تانية عشان الكبار بتوع المدرسه. بالظبط. فانا كتبت فالمدرس ضربني على اساس ان انا ابويا اللي كاتبني وبكذب، فكانت دي بدايه ان يلفت نظري ان انا بعرف اكتب وان هو شاكك في الكلام اللي انا كاتبه ان هو مش بتاعي. واخد تفتكر بالك؟ كانت اول حاجه كانت ايه؟ لا مش فاكر، هي كانت انت فاكر الموقف موقف. بس؟ الموقف انه واحد بينظف في المكان وهو بينظف بيغني كده شطرتين بس انا مش فاكرهم صراحه يعني. ان شاء الله كابتن احمد ناجي يعني تاريخ كبير. يعني انا ده رابع ديوان اللي هو الاخير المفرمه ده في يعني كان من ضمنه القصيده اللي انا قلتها دي. طب ما تسمعنا حاجه من ديواناتك الجميله دي وانت دلوقتي رابع ديوان. الحاجه سمعك اللي حاجه برضو، بيعتز بيها كابتن حاجه احمد حاجه ناجي برضو من الحاجات او الشاعر احمد ناجي. بقول لما همشي او اغيب بقوله كان حبيب من قلوبنا كان قريب، حتى لما كان يسيب كان يسيب من غير خصام، كان يسيب بس في سلام قلبه كان زي الحليب. لما همشي او اغيب اوعوا تنسوا الود بينا، لما حاولنا وحلمنا كنا مش فاهمين فهمنا، كل مولود يوم يشيب بقوله كان حبيب من قلوبنا كان قريب، حتى لما كان يسيب كان يسيب من غير خصام، كان يسيب بس في سلام قلبه كان زي الحليب. لما همشي او اغيب بقوله كان مسامح بقوله كان مصالح، وفي كلامه ما كانش جارح لا القريب ولا الغريب، بقوله كان حبيب من قلوبنا كان قريب قلبه كان زي الحليب. الله الله، كلمات حلوه وجميله ومعبره وسهله، وكل واحد عايز يسيب الذكرى دي حقيقة. يعني مهما عشنا ومهما طالت بينا العمر فكلنا هنمشي وهنسيب، فانت عايز تسيب وانت شكلك ايه والناس بيقولوا عليك ايه، فده كانت الرساله يعني. انت وعدتنا، انت سرحت في الكلام. طبعا. بس انت وعدتنا ان شاء الله انت هتعمل حاجه قريب للنادي الاهلي. نفسي بس لسه ما بداتش فيها، بس اعمل حاجه قويه يعني احساس انا بالنادي الاهلي غير احساس اي حد. انا عشت، بتكلم على مدار اكتر من 50 سنه، انا عشت في النادي الاهلي وكلت في النادي الاهلي ولحم كتفي خير من خير النادي الاهلي، واولادي اتربوا في النادي الاهلي واتولدوا في النادي الاهلي. فكل ما اكتب حاجه عن النادي الاهلي اقول لا مش هي دي قيمه النادي الاهلي، مش احلى حاجه، لا في احلى. عايز يعني قبل ما اموت اكون كتبت حاجه حلوه يعني للنادي الاهلي. لا ربنا يديك الصحه، احنا عايزين احنا ننفرد باول كلام يكتبه الكابتن ان شاء الله. يا رب يطلع كلام، يا رب يطلع كلام حلو يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن ناجي.
عايز ارجع بقى لقطاع الناشئين والنادي الاهلي. يعني الموسم انتوا بداتوا تستعدوا للموسم الجديد طبعا. الموسم الجديد عندكم ان شاء الله تحديات كبيره فيها. النادي الاهلي معودنا دايما زي ما هو بيصنع حراس برضه بياخد البطولات، ماشي في أكيد. ماشي في السكتين برضه طبعا. لانه تكوين شخصيه اللاعب البطوله بتكملها، يعني يعني اعتيادك على ان انت بطل في حد ذاتها جزء من شخصيتك وشخصيه النادي الاهلي. لكن مثلا في البراعم او في السن اللي هو من كابتن بدر مخترع السنه دي سن صغير قوي، بس كانت تجربه جميله. بقول لي اول ما دخلوا الاختبارات اديناهم بونبوني، هو كان واقف بعلبه بونبوني كده بيفرقها عليهم وهم داخلين. ما هم دي اللغه اللي بيعرفوها يعني. فلا في عفاريت وفي يعني احنا كنا في علم التدريب زمان ان سن التوافق بيبدا من 10 سنين. بس غيرنا المفهوم دوت، لان في ناس عندهم 6 و5 و7 ما شاء الله عندهم توافق وعندهم قرار وحاجه تفرح. فطبعا التكنولوجيا والحاجات اللي استحدثت خلت الولاد ينضجوا مبكر يعني. فطبعا لا في مجموعه لاعبين في السن ده حاجه تفرح يعني. في مقوله تتقال في حراسه المرمى كابتن ناجي، يقولوا الحارس ده موهوب وتتقال الحارس ده حارس مصنوع. لا. هل الجملتين يمشوا مع بعض، ولا لازم يبقى الحارس عنده الموهبه في الاساس والموهبه دي تتقل بقى بالتمرين وبالشغل وبالصنع بعد كده؟ حتى يمكن الحوار ده دار بيني وبين الكابتن واحنا قاعدين، قال لي انت بتعرف الكابتن مين؟ كابتن محمود. كابتن محمود بتعرف الحارس يبقى احنا بنعرف اللعيب وهو بيمسك الكوره. قلت له هو الحارس برضه لما بيمسك الكوره بنعرف ان هو موهوب ولا مش موهوب. فالموهبه هي الكابتن ابراهيم ربنا يديله. لا انت بتتكلم على البونبوني. بص البونبوني محطوط اهو بالظبط، ادي العلبه على الكابتن ابراهيم عبد العزيز. علبه البونبوني بالظبط، ولاد الاربع سنين وخمس سنين نازلين الاختبار بياخدوا من العلبه دي. انا بس انا عرفت ان الكابتن ابراهيم عبد العزيز هو اللي كان البونبوني. ما هو شكله عمال ينطق في الموهبه هي الاساس. الموهبه في كل حاجه هي الاساس، في اي مهنه، حتى اي مهنه فالموهبه هي الاساس طبعا. بعد كده بقى بتثقل بقى كان في امكانيات جسمانيه، شكل بدني، خططي، طبعا كل الحاجات دي احنا ليها سيكونس يعني، ليها ترتيب. الشغل فيها امتى يعني، امتى بنشتغل مثلا في سن البراعم على السكيلز بس، على المهارات بس، على وطبعا ابراهيم في المساله دي يعني حاجه جميله جدا. عندنا خامات بقى درجة أولى، عندنا حراس بيتمرنوا دلوقتي، احنا داخلين في الأسبوع الثالث أو الأسبوع الرابع، يعني بنخلص الأسبوع الثالث الأسبوع ده. لو شفت البروجرام بتاعهم زي الدرجة الأولى بالظبط، كل أشكال التدريبات والهدف منها والإنتاجية والرؤية للولاد دول حاجة لا تفرح يعني بصراحة. يعني انا مبسوط جدا، ويعني عندي بقول اكتر من 10 12 حارس مستقبل للنادي الاهلي ان شاء الله. اخر سؤال يا كابتن ناجي، الحارس اللي مرنه كابتن احمد ناجي اكتر موهبه في تاريخ كابتن احمد ناجي ومرنه، مش عايز ترد براحتك. لا هو طبعا اكتر حارس، لا انت شفته موهوب وتمرن تحت ايدك. طبعا حراس كتير، لكن اكثرهم موهبه هو احمد الشناوي. لكن طبعا هو ما حافظش على 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 موهبته، او هو في طريقه تاني يرجع او يعود. موهوب طبعا محمد الشناوي من الحراس الموهوبين جدا جدا جدا. عصام الحضري تاريخ كبير في حراسه المرمى. الحارس بقى اللي هو موهوب كان بجد وهو اثر في حق نفسه برده شويه، امير عبد الحميد. انت طبعا انت عاصرت امير وكنت عارف قد ايه هو موهوب. لكن طبعا ظروفه ما ساعدتوش في ان هو يكمل. لكن طبعا كل الحراس اللي اتمرنوا لكن طبعا محمد الشناوي واحمد الشناوي دول يعني موهبه واضحه جدا وظاهره جدا. طبعا الحضري ده تاريخ واسطوره في حراسه المرمى. شرفتنا ونورتنا يا كابتن ناجي، وكنت سعيد بالحوار معاك. انا اللي اتشرفت بيك والله، وسعيد لما الاقي حد من ولادنا يعني حاجه جميله كده وشيء مفرح ويعني يعني قيمه كبيره في مكانه. وانت طبعا من الناس اللي هي انا سالت في جوازك الله فقلت هتلاقي احسن من كده ايه، هتلاقي اخلاق احسن من كده ايه، وحاجه جميله ربنا ناجي. شرفتنا ونورتنا. بشكر ضيفي الكابتن احمد ناجي، واحد من الضيوف اللي انا بعتز بيهم، ومسيره كبيره ومسيره مشرفه وحاجه جميله جدا في النادي الاهلي، وعلى المستوى الشخصي كمان لما الناس تعرفه حاجه اكثر من رائعه.
كده انتهت حلقتنا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونقابل حضراتكم الاسبوع القادم وحلقه جديده من الاشبال.